ناس هيصه وناس ليصه. والله العنوان كويس وشعبي، بس الصور كانت ممكن تكون احسن من كده. شعرها يا ريس بعد اذن سعادتك، الحفلات اللي زي دي بنصور فيها بصعوبه جدا، الصوره الواحده باذن. انت عارف سعادتك لولا ان راضي بيه بيعزني انا ما كنتش اجرؤ ادخل مكان زي ده. ما اعتقدش بقى انه هيقدر يعزك تاني بعد اللي هننشره بكره عنده في الجرنان. ها عملت ايه يا حنان؟ ده ملف يا ريس في تاريخ حياته من اول ما كان بارمان في شيراتون لحد اول امبارح. متجوز من امريكيه، خالها عضو مهم جدا في الكونجرس الامريكي، عنده بيزنس في بلاد كتير في العالم، وعلى اتصال وثيق باهم القيادات الموجوده في البلد، وعنده اكتر من طياره خاصه. باختصار يا ريس الراجل ده ما فيش حاجه في الدنيا ما عتقهاش، اشتغل في كل حاجه، السجاد، الملابس، الاكل، المقاولات، والطوب والاسمنت. انا مش عارفه قدر يعمل كل ده ازاي، ده في امريكا نفسها ما يقدرش يعمل كده. يا ريس بعد اذن سعادتك ده جامد قوي، الحكومه كلها كانت موجوده عنده امبارح. والله بقى هو اللي جابه لنفسه. اما نشوفوا الحكومه اللي كانت سهرانه عنده امبارح دي هتعمل له ايه. يوقعها سفاري وقل تدع. كل ما نشوفك يا راجل ده ملوش اي اساس في الصحه. وانا المره دي مش حاسس. مين بقى اللي اسمها حنان حمدان دي؟ هد نفسك بس شويه يا راضي بيه. ما احنا ياما تهاجمنا وياما دقت على الراس طبول. دي حمله منظمه يا انور، دي مش في جرنال واحد، في اربع جرايد في وقت واحد. ايه اتفقوا عليا كلهم بالصدفه؟ دي مؤامره وانا عارف مين اللي وراها. الحوار الحوار يا راضي بيه، مفيش غير الحوار. انا رايي ان سعادتك تبعت لهم ونشوف عاوزين ايه. احنا لسه هنشوف، ما هي باينه زي الشمس، دول بيشوهوني، بيذبحوني قدام الراي العام. كل رجال الاعمال اللي بيدفعوا تمويل الحمله دي كانوا نازلين قصادي في المناقصه بتاعت عثمان بيه، لما رست عليا انا بقيت انا الفاسد المرتشي اللي ببيع البلد، يعني لو كانت رست على اي حد فيهم كان عمل كده؟ ويا ده لو كانت رست على حد غير سعادتك كنا هنسيبه يا راضي بيه؟ انا الدوله عارفاني كويس قوي يا انور، انا راس مالي وطني، واللي فوق لا يمكن يتخلوا عني، مش عشان سواد عيوني، لا، عشان انا والدوله بينا مصالح مشتركه وكبيره. شوف يا راضي بيه، هي معركه سواء دخلناها بمزاجنا او غصب عننا، انما معركه، ومعركه شرسه جدا. وسعادتك عارف ان الدوله ملهاش عزيز، ونص اللي في سجن المزرعه دول كانوا حبايب الدوله وكانوا سمنا على عسل كمان. قصدك ايه؟ يعني الرئيس موافق على الكلام ده؟ الرئيس هيقول ان احنا دوله مؤسسات ودي دوله سياده القانون. وانا ما خالفتش القانون في اي حاجه، وانت اكتر واحد عارف الكلام ده. انا نفسي بس تهدى شويه يا راضي بيه. حاضر يا سيدي، اديني هديت. عايز تقول ايه بقى؟ سيادتك على صلة وثيقة باتنين من أهم أعضاء الكونجرس الأمريكي، مستر توماس وده خالي الهانم على طول، ومستر رينولدز وده كان لسه عندنا من يومين وعملنا له كروز في النيل وراح الأقصر وأسوان ورجع مبسوط قوي. وده إيه علاقته بس باللي إحنا فيه؟ وسعادتك أديت خدمات جليلة لمصر عن طريق العلاقات دي. مظبوط مظبوط، وفوق ما ينكروش الكلام ده، واعضاء الكونجرس كمان ما ينكروش ان انت اديت لهم خدمات جليله هم كمان. انا رايي ان سعادتك محتاج تعمل تليفون صغير لامريكا تتشاور معاهم في الموقف اللي سعادتك فيه. اللي له ظهر ما نضربش على بطنه راضي بيه، فما بالك بقى لو كان الظهر ده امريكاني. راضي بيه شكله كده جاي في السكه. ما هم لما يحبوا يخلصوا على حد يسيبوا عليه الصحافه. والله لو كتبوا ايه؟ ده راضي عبد النعيم. ما حدش يقدر على راضي عبد النعيم، ده لما بيسافر امريكا بيتعشى مع اعضاء الكونجرس الامريكي. ما هو طلعت الشرنوبي كان بيقول كده واكتر كمان. وراحوا خدوه ولا كانه زعيم عصابه وهربان بالداخليه. بس اللواء الجديد ده شدد حلو قوي زاد على اللزوم. يعني ما كده المستثمرين هيمشوا يا مؤنس بيه. رجال الاعمال لازم يحسوا ان هم مطمنين، يعني ما يحسش انه قاعد على كف عفريت، يعني ممكن في اي لحظه يتقفش ويترمي في السجن. برضه في حاجه اسمها جدوله، توفيق اوضاع، تحاور، اسقاط فوائد، يعني اعفاء من الضرائب لمده معينه. حاجات كده تفتح نفس الواحد للشغل يا مؤنس بيه ولا ايه؟ ما هي غزاله الحكومه اما تبقى رايقه يدوك تسهيلات من دي واكتر كمان. تسهيلات ولا في الاحلام، وتلاقيهم كده لطاف وظراف، ناقص يطلعوا اللي في جيبهم ويديهولك. لكن اول ما الحكومه بتقلب بتبقى غاويه قوي قوي يا عبد العزيز بيه. الو
ايوه يا عبد العزيز باشا، معاك المقدم فريد صبحي مدير مكتب رئيس مباحث الاموال العامه. سياده اللواء شوقي المر كان عاوز يتكلم مع سعادتك شويه. يعني كان عاوز يستفسر من سعادتك على شويه حاجات. هو بيرجو سعادتك ان المقابله دي تكون سريه، يعني ما حدش يعرف بيها حاجه خالص. الميعاد يا ريت يكون على طول، مش في الاداره اللي في المجمع، في الاداره الجديده اللي في 6 اكتوبر ورا النادي على طول، 5 شارع النزهه الجديده. خير يا باشا خير، احنا في انتظار معاليك. السلام. مالك يا عبد العزيز بيه؟ هو التليفون ده قلقك ولا حاجه؟ لا 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 قلقاني ولا حاجه. البيت بخير؟ اه البيت تمام تمام. شيل الاكل بتاعي وهات لي قهوه ساده. في ايه يا عبد العزيز بيه؟ ده انت كنت واقع من الجوع. معلش حسيت ان معدتي قفلت فجاه ومش هقدر احط اي حاجه في بوقي. يا عمي في ايه التليفون ده؟ طمني. ولا حاجه عادي، شويه مشاكل في المصنع. هو احنا مشاكلنا بتخلص ابدا؟ طيب انا مضطر امشي دلوقتي حالا. يا عمي في ايه؟ قلقتني. مفيش حاجه، بس لازم اكون في المكتب حالا، نتكلم بالليل. ها سلام. امال ابو عزيز يروح فين يا ماما؟ مفيش حاجه يا سمير، جاله تليفون مهم في الشغل. خد القهوه انت. خلاص الو. ايوه انا مؤنس. خير يا فندم؟ سيادة اللواء بنفسه؟ ده انا يحصل لي الشرف يا فندم. والله انا اسمع عن سيادة اللواء شوقي المر كل خير من ساعة ما مسك الاموال العامة، ونفسي اتعرف بيه. ايوه يا فندم. لا 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 يا فندم، مفيش جنس مخلوق هيعرف المقابلة دي. هبقى عند حضرتك قبل الميعاد. ثانية واحدة يا فندم أما أخد العنوان. أيوة فندم. أيوة تمام تمام يا فندم. أنا عاجز عن الشكر يا فريد بيه. الأكل تمام يا مهندس بيه؟ ها؟ في أي مشكلة في الأكل؟ لا لا، شيل الأكل ده وهات لي قهوة سادة، مش عارف معدتي قفلت فجأة كده. تحت أمر حضرتك. باشا بسرعة يا عيسى.
أيوة فندم. عبد العزيز بيه موجود يا فندم، في انتظار سعادتك. حاضر يا فندم، أوامر سعادتك فندم. اتفضل يا باشا، اتفضل. عبد العزيز بيه، سيادة اللواء في انتظار سعادتك. رغيف العيش يا عبد العزيز بيه بالنسبه للشعب المصري بيمثل اهميه كبيره وغريبه وفريده من نوعها دونا عن شعوب العالم كله. احنا شعب يحب ياكل عيش، ياكل حاف، يحط علب الكشري في الرغيف، يفته في الشاي، ولو ما لقاش حاجه يعضعض في اي لقمه كده. احنا الشعب يحب يعضعض، عشان كده الدوله بتقدر جدا مجهودات رجال العمل اللي زي سيادتك اللي هما بيجيبوا لنا القمح من كل حته في العالم عشان الشعب يعضعض، لان المواطن لو ما عضعضش هيعضعض في الحكومه وهيعضعض في الدوله كلها. احنا بنعتبر رغيف العيش مساله امن قومي للدوله. حتى في مثل بيقول عض قلبي ولا تعض رغيفي، مش كده؟ تمام تمام يا فندم. سعادتك عبد العزيز بيه، من الملف اللي قدامي وردت قمح بمقيمته 900 مليون جنيه، قمح امريكي نمره واحد. مظبوط يا فندم. مظبوط. انا عندي كمان شهاده من الرقابه على الصادرات والواردات، وعندي شهاده كشف صحي وسلامه الجوده، وفي شهاده تقدير كمان من الغرفه التجاريه، وافتكر كمان في شهاده تقدير من جهاز حمايه المستهلك. الحمد لله يا فندم، والله كل ده بفضل الله ونعمة بالله. عبد العزيز بيه، انت هتخرج من هنا على سجن وادي النطرون. فريد بيه بعت لي 2 ليمون بالنعناع. شوف عبد العزيز بيه، كون ان القمح اللي انت دخلته مصر قمح مسرطن وفاسد، ده شيء ميهمنيش، ده شغل أجهزة تانية. ومن خلال الأوراق اللي قدام اللي أنت مقدمها إن القمح أمريكا نمرة واحد، كما هو مثبت في الأوراق اللي موجودة قدامي. إنما في أوراق تانية مهمة بتثبت إن القمح ده صيني نمرة 6، أوروبا بترفض تستعمله كعلف للحيوانات، وده برضه ماليش دعوة بيه، ده شغل أجهزة أخرى. أنا راجل بتاع أموال عامة. سيادتك تعاقدت على القمح ده ب 100 مليون جنيه وردته للدولة ب 900 مليون جنيه. يعني حضرتك حطيت في جيبك 800 مليون جنيه. يعني أنت حطيت إيدك في جيب كل مصري وسلبت منه 10 جنيه. أنا شغلتي بقى أجيب ال 800 مليون جنيه أديهم للدولة والدولة ترجعهم للشعب تاني. أيوة يا فندم، طب يعني لو سمحت لي. اشرب الليمون يا عبد العزيز بيه. انا عايزك تهدى خالص، انا عايزك تيجي معايا بالراحه زي انا ما جيت معاك بالراحه، وافتح لي قلبك زي انا ما فتحت لك قلبي. ثانك يو فيري ماتش سناتور، ام ديبندنت اون يو، ثانك يو فيري ماتش. واخرج بيت امريكا على بيت الكونجرس، دي ناس مالهاش كلمه خالص، ما تعرفش تاخد منهم ولا حق ولا بطل. قال لك ايه يا فندم؟ رد عليا بمنتهى البرود وقال لي ذيس از ديموكراسي، هي دي الديمقراطية. المهم كلمت الراجل وفهمته ان انا عايز اقابله؟ طبعا يا فندم، كلمته مدير مكتبه وقلت له ان سعادتك عايزه في موضوع مهم. وقال لك ايه؟ قال انه مش فاضي خالص. وفهمته انا عايز اقابله ليه؟ طبعا يا فندم، بس قال لي ان مقابلة سعادتك ليه في التوقيت ده بالذات
مش في صالحك ولا في صالحه. ايوه بدأنا بقى ندال الامريكاني، كله شال ايده وخلع. تخيل عمر، مفيش ولا وزير يرد عليا برغم ان انا بكلمهم كلهم على مالهم الخاصة. ودي كمان مش مطمناني. مش مطمناك ليه؟ احنا ورقنا في حاجة؟ لا يا فندم، احنا ورقنا سليم. المشكلة في ورقهم هم، مش عارفين محضر لنا ايه. تعرف يا مؤنس بيه، انا لاحظت ان اللحمة بتحتل مساحة كبيرة جدا من عقل ووجدان الشعب المصري. مش في بطنه ولا في معدته، لا، انما في خياله. احنا شعب بيحب اللحمة، بس بيحبها حب رومانسي لانه مش طايلها. عشان كده ساعات تلاقي رجالة كتير يحبوا يتجوزوا ستات مربربة تخينة كده، ودي عقدة نقص نتيجة لأزمة اللحمة من أيام مينا موحد القطرين. والله تفسير معقول قوي قوي يا فندم. عشان كده رجال الأعمال اللي زي حضرتك الوطنيين الشرفاء بيحاولوا يجدوا يعني بدائل للشعب المصري، زي البلوبيف، زي السجق، زي اللانشون، أي حاجة تكون كرفة لحمة. بس أنا سبايس ميت بتاعت حضرتك بتعتبر من أكبر المصانع اللي بتنتج بلوبيف للشرق الأوسط كله. التقارير اللي قدامي الحقيقة بتشيد بجودة الإنتاج بتاعت المصانع بتاعت سيادتك. يا فندم إحنا نقلين مصانع أوروبا بالملي، والسيستم اللي عندنا أكنه في ألمانيا بالظبط. طبعاً ما أنا عارف، أنا عارف يعني. بس الخامة اللي انتوا بتشتغلوا بيها اللي هي اللحمة، يعني انا عندي تقرير هنا من ألمانيا بيقول ان البلوبيف اللي انت استوردته ده معمول اساسا للقطط والكلاب. مش ممكن، مش ممكن يا فندم. دي وشاية رخيصة حضرتك وضرب فيا من المنافسين. ده مفيش حالة تسمم واحدة حصلت لأي حد أكل من إنتاج المصانع عندي. تسمم إيه؟ هما المصريين بيجي لهم تسمم؟ احنا ناكل الزلط. على العموم انت تصنع اكل قطط وكلاب ده شيء ما يفرقش معايا، ده شغل اجهزه تانيه اتحقق فيها. امال حضرتك جايبني ليه؟ اكل القطط والكلاب اللي حضرتك بتستورده من المانيا وتبيعوني هنا في مصر على انه بلوبيف، انا ما عنديش مانع من حيث المبدا عليه، لان انا واثق ان الالمان لا يمكن يضروا كلابهم وقططهم. إنما سيادتك واخد تسهيلات من الدولة وواخد أراضي عشان تبني المصانع وأسعار خاصة للوقود والطاقة وحفاء 3 سنين من الضرائب، وكمان ما بتصنعش بولبيف. أنت بتشتري بولبيف من ألمانيا ب10 مليون يورو، بيتباعون هنا ب100 مليون يورو. مش ده يعتبر عملية نصب وتعدي على المال العام يا مؤنس بيه؟ يعني جبتوا أكل قطط وكلاب وأكلتوا للشعب المصري وسكتنا، وكسبتوا فيه الطاقة 10 وسكتنا، إنما تجيبوه منتهي الصلاحية. ها؟ أنتوا إيه؟ مزاج عندكم تستوردوا زبالة للشعب المصري؟ والشعب نوع الزبالة؟ اشرب الليمون يا مونس بيه. ده ليمون بالنعناع عشان نعرف نتكلم براحتنا. اشرب يا باشا. احنا والحكومة مجدفين في مركب واحدة، ولو في اي مشكلة نتصالح. نتصالح؟ وانتوا تطلعوا عين ام الدولة والشعب ولما تزنقوا تقولوا نتصالح؟ سيادتك عاوز مني ايه يا شوقي باشا؟ لا ولا حاجة. تحب تروح ابو زعبل ولا ترى ولا تروح المزرعة عشان تبقى الشله كلها متجمعه هناك؟ احنا مصعبين الموضوع قوي كده ليه؟ شويه هجوم ولا شتيمه في كورنر ولا اتنين، ايه المشكله يعني؟ مفيش حد ما بيتشتمش، ده رئيس نفسه بيتشتم. عندك حق يا راضي بيه، احنا يمكن حريصين على سمعتنا زياده عن اللزوم، بس ده لان تاريخ سعادتك زي توب البفته البيضة في اي نقطه بتبان فيه. الحمد لله، ادينا نشرنا التوب وقلبناه ما لقيناش فيه الهوى. صح ولا؟ بفضل الله يا راضي بيه، احنا نحط صوابعنا في عين التخين. من بكره الصبح ترفع قضايا سب وقذف وطالب بالتعويض على كل الجرايد اللي جايبه سيرتي. حاضر يا فندم. وتبعت اعلانات عاجله ماديه وعينيه لكل الاهالي الضار من وقوع الصخر عليهم وعلى بيوتهم. ربنا يديك على قد نيتك يا باشا. شوف يا اخي السواد والحقد والغل اللي ماليهم. طب انا راجل عامل حفله في البيت، تيجي الصخره تقوم واقعه الناس الغلابه اللي في العشوائيات، طب انا مالي؟
اللي بيحصل ده تحريض على القتل وعلى ثورة جياع. يطلعوا بقى على الفيلا اللي يسرقوها ينهبوها. قال الصحافة اللي خايفة على البلد ومصلحة البلد. ايه دي؟ برايفت نمبر؟ رد يا فندم، يمكن من فوق. انا سايب لهم خبر ان سعادتك عاوز تقابل الراجل. الو، اهلا اهلا سيادة اللواء. اهلا يا فندم. نار على علم سيادة الباشا. ايوه، فين يا فندم؟ حاضر يا فندم، مسافة السكة ان شاء الله. مع السلامة. مين ده يا فندم؟ اللواء شوقي حمد المر، رئيس مباحث الأمان العام. وكان عاوز سعادتك فيه؟ عايز يشرب معايا فنجان قهوة، وعايز نروح لمكتبه دلوقتي حالا. عايز نروح لمباحث الأمانة العامة. في الوزارة؟ لا، اللي هنا في 6 أكتوبر. قال لي على العنوان. وماله يا فندم؟ نروح له؟ عايز نروح له لوحدي، مش عايز أي حد يعرف المقابلة دي. بيقول إن في مسألة خطيرة. يا راضي بيه، أنا محاميك وشريكك في المجموعة، ولا يمكن أسيبك تروح يستفرد بيك لوحدك. استنى بس يا أنور، الله يخليك. احنا لازم نفكر بعقل ونحسب كل خطوة قبل ما نخطيها. بس أنا مصر على رأيي يا راضي بيه، لازم أجي معاك. هما هيتونا ولا هيهددونا بإيه؟ الراجل ما كانش في لهجته أي نبرة تهديد، بالعكس كان لطيف معايا على التليفون. خلاص، طالما كده يبقى ملقوش حاجة ضدك لغاية دلوقتي. سعادتك قلقان ليه؟ معقول الوزير يبقى صاحبي وصديقي وكلمه النهاردة 3 مرات ما ردش عليا، ويخلي حد من رجالته يستدعيني؟ مش عايزنا. أنا في حاجة غلط، أكيد في حاجة غلط. مش سعادتك بتقول إن الراجل كان لطيف معاك؟ أيوه، ما هو لطفه ده بقى اللي قالينا أكتر. أنت متعرفش ليه ده؟ هو ما بقالوش كتير ماسك الأموال العامة، ومحدش يعرف عنه حاجة. مش ده اللي قبض على كل رجال الأعمال اللي في طوله؟ استنى كده اسالك حد من جوه الوزاره. استنى بس يا انور، الله يخليك. انا تليفوناتنا كلها متراقبه، والراجل اكد علي ما حدش ياخد خبر بالمهمه دي. هو احنا هنقول ايه يعني؟ احنا هنتقص. ما تجيبش سيرتي في المكالمه خالص. الو الو، جمال باشا، وحشنا يا فندم. انور بيه، وانت كمان وحشنا اكتر والله. ازاي راضي باشا؟ تمام تمام يا فندم. الصحافة شد حيلها علينا اليومين دول قوي يا باشا. ولا يهمكوا، هي الصحافة كده مش سايبة حد في حاله. بقول لسعادتك ايه، هو معليك في البيت؟ طيب اطلب سعادتك على النمرة التانية. مين ده؟ ده اللواء جمال شريف، راجل 10 على 10، صاحبي من 40 سنة، كنا مع بعض في المدرسة والجامعة. وايه حكايه النمره التانيه دي؟ دي نمره سريه مديهالي عشان لما نحب نفضفض مع بعض من غير ما حد يسمعنا. الو. ايوه يا باشا، كنت عاوز اسال سعادتك سؤال كده. يعني هو مين اللي ماسك مباحث الاموال العامه؟ سياده اللواء شوقي حمد المر. انت بتسال ليه؟ لا ابدا، ليه يا شاب قريبي ضابط عندكم، كنت عاوز اوديه مباحث الاموال العامه. تقدر تكلمه لي؟ اكلم مين؟ سعاده اللواء شوقي؟ يا راجل ده معالي الوزير ما بيعرفش يكلمه. ده راجل ميري زي الكتاب ما بيقول. صعب صعب يعني. لو الضابط قريبك ده تحب اوديهولك المطار اوديهولك. عاوز يروح الكهرباء، انا تحت امرك. ياه، للدرجات الراجل ده صعب قوي كده، ملوش مدخل؟ سياده اللواء شوقي حامد المر، اسال عنه اي ضابط في الداخليه يحكي لك عليه اهوال. ما بيهموش اي حد. ما هو اللي ماسك طلعت الشرنوبي، وكل اللي جوه دول هو اللي ماسكهم. عارف يا باشا عارف. انت عرفت اللي عمله مع طلعت الشرنوبي؟ لا معرفش. راح له المكتب ومعاه قوة، ودخل قال له انت هتيجي معانا. طبعا طلعت الشرنوبي راجل مليونير وقاعد في شركته بقى وحاسس انه الكينج. قعد يزعق ويخبط على المكتب ويقول لهم انا محدش يقدر ياخدني. راح قايم سيادة اللواء شوقي متعافي وسافخه حتة قلم. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شره. لا بص، هو راجل حقاني، ما دام اللي قدامه ماشي عدل بيبقى معاه 10 على 10 ويقف في ظهره كمان. انما اول ما يحس انه بيلعبه وبيلف ويدور عليه ما بيشوفش قدامه، بيبقى مؤذي مؤذي. بس لو قريبك ده عاوز يروح الاموال العامه بالذات،
خليه يقدم طلب رسمي واحنا ندعمه في التقرير بكلمتين حلوين. لا 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 لا، خليه في مكانه احسن يا فندم. شكرا يا جمال باشا. العفو. اتفضل يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. لا 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 لا، أنا مش هروح المقابلة دي خالص، أنا مش هقابل الراجل ده. لا لا يا راضي بيه، أنا شايف إن سعادتك لازم تروح تقابله وتقعد تكلمه بكل ثقة، أنت ما عليكش أي حاجة خالص. أنت هتيجي معايا طبعًا. أنا؟ لا لا لا، أيوة طبعًا. أنت مستشار قانوني وشريكي ومدير أعمالي، ولا تخاف من حاجة؟ لا يا فندم أخاف من إيه؟ دي مجرد زيارة ودية، الراجل دعاك ليها في مكتبه واشترط إن أنتوا تبقوا لوحدكم. ولو رحت له ومعاك محاميك ومستشارك القانوني هتبقى بتقول له انا مذنب اهو فتشني. انت شايف كده؟ طبعا يا فندم. بيه عبد النعيم وصل. تمام يا فندم، اوامر سعادتك يا باشا. لحظه واحده، اتفضل يا بيه. اهلا سعادتك يا باشا. اهلا راضي بيه. تفضل. شكرا يا فندم. تشرب يا راضي. لا مفيش داعي. لا لا لا، انت ضيفنا لازم تشرب حاجه. قهوه ساده. اتنين ليمون بالنعناع. الليمون مفيد جدا للصحه يا راضي بيه، مش كده؟ جدا جدا يا باشا. انا يعجبني حماسك قوي للليمون. تعرف لو البلد كلها اتحمست للليمون زي حماسك كده احنا نبقى حاجه تانية. والراجل ده مستدعيني هنا عشان يكلمنا عن فوائد الليمون. انا عارف انت بتقول ايه لنفسك. والراجل ده مستدعيني هنا عشان يكلمنا على فوائد الليمون ولا ايه؟ لا انا مستخدم الليمون كمقدمه للكلام اللي انا هقوله لك. انا مرتبي في الداخليه 5700 جنيه. تعرف سيادتك الشهر اللي فات بس انا لوحدي مدخل لخزينه الدوله 16 مليار جنيه. رقم مخيف مش كده؟ بس طبعا ده مش مخيف على حضرتك. لا طبعا يا فندم، مخيف جدا بالنسبه لي. ما هي البلد مش هتنضف الا بسياده القانون زي ما الرئيس كان بيقول يا فندم. هو سيادتك تعرف الرئيس؟ ايوه طبعا يا فندم، الرئيس بالنسبه لنا بمثابه الاخ الكبير والاب يا فندم. اه ما طبعا بالنسبه كلنا. انا قصدي يعني انت قريب من الرئيس؟ مش بالمسافه اللي تسمح لي بمخالفه القانون يا فندم. انا بقى الرئيس حطني هنا وقال لي نضف الشوي. عشان كده لا يهمني حد ولا برد على تليفونات حد. هو عاوز ايه وعمال يلف ويدور كده ليه؟ طبعا سيادتك بتسال نفسك هو الراجل ده عايز مني ايه؟ وبيلف ويدور عليا ليه؟ الملف ده بتاع سيادتك مكتوب عليه سري جدا. كل اجهزه الدوله مقدمه تقارير فيك. ومطلوب مني ان انا احط رايي النهائي. وانا شايف ان الراي القانوني اكتب توصيه بمنعك من السفر. وتجميد كل أرصدتك وأموالك وتحويلك فورا للنائب العام. شفت بقى الليمون حلو ازاي؟ مفيد خصوصا لما يجي في وقته. لا كمل الكوبايه
انا عندي بنت واحده على وش جواز، عايز تعنسها جنبي ولا ايه؟ انا عملت ايه عشان كل ده يا سياده اللواء؟ انا راجل طول عمري بشتغل وببني وبعمر في البلد. انا عايز اعرف التهمه الموجهه ليا بالظبط يا فندم. هي الحقيقه مش تهمه واحده، هي مجموعه تهم، وانا هقول لك عليهم واحده واحده. تسمح لي ادخل؟ انا ادخل قوي. انت متوتر ليه يا راضي بيه؟ انت لغايه دلوقتي غير مطلوب قانونا، وانا لسه ما اشرتش على الملف. انت لغايه اللحظه دي مواطن شريف صالح، رجل اعمال وطني، ما انتش مطلوب على ذمه اي قضيه. ما تدخلش علينا حد. انا طالع معاش الحركه الجايه، يعني كلها كام شهر، وارتاح من الشقه والهم ده كله. تخيل حضرتك بعد العمر ده كله والخدمه الطويله دي كلها، اكتشفت ان انا ماليش اصحاب. انا الوقت عايز اكلمك كاصدقاء. ده شرف ليا يا فندم. النهارده ايه في الايام؟ خميس يا فندم. ليله مفترجه ان شاء الله. قرار منعك من السفر والقبض عليك هيصدر يوم السبت الساعه 9 صباحا. انا عارف ان المدام بتاعتك هي والاولاد في امريكا، وانك انت عندك طياره خاصه، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. هتطلع من هنا على المطار دغري على الساعه 4، تاخد طيارتك الخاصه وتتكل على الله. واوعى تجيب سيره لاي حد مهما كان، وما ترجعش الا لما امورك كلها تتسوى. انا متهيألي ان حركتك بره هتكون اسهل كتير من حركتك وانت جوه السجن. الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي يا فندم، بس ممكن اسال سيادتك سؤال؟ اتفضل. هو حضرتك بتعمل معايا كده ليه برغم ان احنا مفيش بينا صداقه او اي علاقه بشكل ودي؟ ودي أول مرة أتشرف بمقابلة سيادتك يا فندم. أنا مش قلت لك إن أنا خارج معاش وماليش أصدقاء؟ يعني ممكن بعد ما أخرج أجي لك أمريكا وتستقبلني وتعزمني على كوباية ليمون زي اللي أنا عزمتك عليها دي. يا فندم ده أنا أشيلك فوق راسي والله. إيه يا حيوان؟ أنا قايل محدش يخش عليا مهما كان. أنا آسفة أوي يا بوبي. سوري يا بوبي، أنا اللي غلطانة بصراحة مش هو، أصل كنت عاوزة حضرتك في كلمة صغيرة وهمشي على طول. هلا بنتي. اهلا اهلا، بسم الله ما شاء الله. سلمي على عمك راضي بيه. اهلا يا فندم. اهلا ستي. ايه عايزة ايه يا حبيبتي؟ هو مش حضرتك كنت معزوم على الغدا النهارده ولا يعني هتدينا بومبا؟ مش حضرتك قلت نعدي عليك وناخدك معانا؟ والله نسيتها. لا معلش، انت عارفه الشغل بقى. طيب اسبقوني انت وانا هحصلك. طيب بس اوعى ما تجيش. لا لا جاي، انا جاي. خطيبك فين امال؟ تحت في العربيه. طيب اسبقوني وانا هحصلك على طول. حاضر. فرصة سعيدة يا فندم. مع السلامة يا فندم. اتفضل سعادتك. ربنا يخليها لك يا فندم، واضح انك مرتبط بيها جدا. هلا دي بقى روح قلبي، من بعد مرحومة ما ماتت هي كل حياتي. والأنسة تشتغل فيها يا فندم بالظبط؟ لا هلا طالعة فقرية زي أبوها، ما بتحبش الشغل. اتخرجت من الجامعة وقالت لي هتجوز واقعد في البيت، والواد خطيبها راجل فقري. اشتغل محاسب ياخد له بين 2000 جنيه حاجة زي كده، بقالهم 3 سنين. وانا عارف في النهايه هيقعدوا في الشقه بتاعتي على ارابيز برضه. هيا يا فندم، بس ازاي يقدروا يعيشوا بمبلغ زي ده؟ ده اقل من ثمن عشوه. تعرف يا راضي، عارف هم عازميني على الغدا دي مش عازميني محبه، دول عازميني عشان انا ادفع الحساب. يا الولد الكلب. طب لو تسمح لي بقى يا فندم، مش احنا بدانا صداقتنا زي ما حضرتك قلت؟ اه طبعا، امال ايه؟ ممكن الشقه بتاعتهم دي تبقى عندي. شقة مين؟ يعني سهلة وخطيبها يا فندم. عندك ازاي؟ هديهم شقة في البرج بتاع العميل في المعادي، هدية جوازهم يا فندم. أنت بتقول إيه؟ أنت عارف الجملة دي معناها إيه؟ معناها إنها تنسف صداقتنا بالكامل. بقى أنا جاي أعمل فيه خير وأنقذك من كارثة، وأنت عايز على آخر الزمن تخرجني من الخدمة بفضيحة؟ يا فندم والله ما اقصد، انا كان قصدي بس. اسمع راضي، انا لو كنت بقبل الحاجات دي كان زماني اغنى منك يا فندم. ما اقصدش المعنى ده نهائي. امال تقصد ايه؟ ما
فندم احنا ناس صعيد اصلا من سوهاج، وعندنا في الصعيد النقطه في الافراح دي واجب لا يمكن التهاون فيه، والشقه بالنسبه لي كانت نقطتي فرح الان سهله، وانا متاكد ان سيادتك هترضى لي فرح ابن هشام ان شاء الله. ادي القصه كلها يا فندم، عادات وتقاليد. هو في الحقيقه انا اصلي ما عنديش فكره عن العادات والتقاليد دي، انا اصلي من بحري. سيادتك يا فندم انزل الصعيد واسال بنفسك، لو لقيت كلمه واحده في اللي قلتهم غلط اعمل في اللي انت عايزه. سيادتك جرحتني يا فندم جدا وفهمتني غلط خالص. انا اسف انا فهمت غلط الحقيقه، اصل انا في النقطه دي ببقى حساس جدا بالذات. عندك حق يا فندم عندك حق، النهارده الكلمه بقى لها 1000 تفسير ومعنى. اذا كان في حدود النقطه انا ما عنديش مانع. بس بشرط لما اجي اردها لك في فرح هشام ابنك اوعى تكسفني.